من يعيد ول الصلاح وول عبد العزيز إلى أرض الوطن وينهي أيام وليالي نزلاء غوانتانامو سيء الصيت؟ فلا بارقة أمل تكسر رتابة السجن الموحش عن الصلاح وول عبد العزيز. وإن سيرت التظاهرات في قلب العاصمة نواكشوط وتوالت الوعود الحكومية والحقوقية لحراك يعيد الرجلين لأرض الوطن، وحده القلم وتدوين الذكريات عن الاعتقال وظروفه شكل عزاء لول الصلاح المهندس الذي سلمته بلاده في صفقة غامضة التفاصيل. جديد ملف المعتقلين الموريتانيين الذي يتحرك ببطء هو مساءلة النائب البرلماني زينب من تتقي عن قضيتهما العادلة مثار الجدل، وهي المساءلة التي تم تأجيلها. الاتفاق والإجماع السياسي والوطني حول غوانتانامو وطول أمد اعتقال الصلاح وول عبد العزيز يظل السيد الموقف، مع تواصل الانتقاد للطريقة التي يدار بها الملف الذي لم يراوح مكانه وفقا لأصوات معارضة. ما حدا بالبعض إلى القول إن ول الصلاح وول عبد العزيز لا بواكي لهما.